اليوم بدأنا نشهد عودة لاعبين المحترفين. في زمن كاتانيش صار عليكم بلوك انت وجستن نعم واخرين، لكن في عهد ادفوكات تغيرت هذه الامور وبلشنا نشوف اسماء جديده تدخل وتخرج، يعني اللي استمر واللي خرج. عودتكم انتم اليوم، نصيحتك لكل اللاعبين اللي يعني علي حمادي، مهند اجعاز، شلون شفتهم مع المنتخب؟ شو توجه لهم نصيحه لكل لاعبين المحترفين حتى ما متواجد لحد الان؟ دا اشوفهم حتى يعني اني اول لاعب اجيت من اوروبا للمنتخب العراقي، اني فتحت بيبان يعني للواعيب كلهم. فهس يعني اي واحد اللي يريد يدخل، مو بس واحد يعني بس واحد يعيط اني من اوروبا واحد يجيبه للمنتخب، هاي غلط، هاي كلش غلط، نعم لانه اكو لواعيب بالعراق احسن من لواعيب باوروبا ب 100 مره. ف يعني لازم واحد يعرف هذا اللاعب لاعب بهالفريق مسوي هالشغلات، هذا يفيدني، مو لانه هذا عايش باوروبا لازم اجيبه، نعم هاي هم غلط، وغلط للواعيب يعني الجايين للمنتخب، و يعني ماذا يقدمون، لان الحكي راح يصير عليهم نعم ويخربون سمعة اللواعيب الزينين في أوروبا. فلازم تعرف هذا اللاعب لاعب، هذا اللاعب يفيدني، أشوفه أحسن من لاعب المحلي يمكن أنتم تسموه، نعم يعني اللي يلعب بالعراق. أي نعم فهيك لازم تفكيرك يكون، واللواعيب اللعبة وهسه أشوفهم يعني زينين ودا يفيدون المنتخب، فما عندي يعني شيء مو زين احكي عنهم. نعم يعني انت شفت مهند اجعاز، شفت فرانس بطرس الرجاع من جديد، علي الحمادي، امير العماري. انا اعرف انت كان لك دور كبير كابتن احمد، انا اعرف لك دور كبير في الحديث مع اللاعبين اللي موجودين باوروبا، شلون تقنعهم نعم يجون للمنتخب، شلون تحكي لهم، نعم شنو تحكي وياهم؟ مهند اجعاز مثلا حكيت وياه؟ اريد هاي التفاصيل حتى الجمهور يتعرف عليها. يعني هسه ما اقدر اقول الاسم اللي حكيت نعم وياه هسه قبل يومين، بس حكيت ويا لاعوب هنا همينه بالسويد، فيعني ما حكيت ويا ابوه همينه، فقلت له هاي فرصه كلش كبيره لك، فرصه مع مدرب جديد يريد يسوي له فريق، وحتى يعني عندك شو ما قلت لك 40 مليون دي ينتظر المنتخب وعيون كومة عليك، انت تبين، انت تساعد يعني المنتخب العراق. فهم يسألوني أسئلة شلون، يعني ما يفكرون اني جاي من اوروبا وما يشوفوني مثل العراقي وهاي، فاقول لهم لا يعني نفس الشيء، سؤال ماكو مهم يعني هذا، فعلا سؤال مهم هذا، يعني اكو تفرقة، ماكو، شلون يتعاملون وياي، ايش قلت له انت؟ ايش قلت له من خلال تجربتك اكيد؟ لا طبعا يعني شوف اني بالبدايه من اجيت يعني اكون صريح شويه صعبه كانت علي، بس اني يعني لاعوب هادئ ما احكي هوايه، ف يعني ما دخلت نفسي بامور ما استفاد منها اني، ف بس الحمد لله يعني الوقت قد ما مشى اني يعني بقيت بالمنتخب واني الناس قاموا يعرفوني، فهيك احكي لهم وهسه احسن، مدى احس بتفقر يعني اللواعيب الموجودين هسه ما عندهم يعني ما يفرقون هذا جاي منا وهذا جاي منا، لان كلنا نفس اللغه دا نحكي وكلنا نريد نفس الشيء. نعم زين. اليوم كابتن احمد، منو اللي حد الان تتواصل وياه من زملائك بالمنتخب؟ دائما تتواصل وياه، قريب عليك، من اللاعبين الموجودين بالعراق او حتى المنتشرين حول العالم، يعني محترفين في الخليج او اوروبا؟ يعني دا احكي ويا جاستين، دا احكي ويا امير جيلوان، وليد سالم، مهند ميمي، حلو، حسام متواصل علي وياه. عدنان كتبت له تواصلت ويا من صارت له الاصابه، هم يعني حكيت ويا أمنياتنا وقلت له بالشفاء إن شاء الله. له اي شيء تحتاج يعني موجود اني لا اقدر اساعدك بشيء، عندك سؤال اقدر اساعدك به، نفس حتى ويا ميمي هم يعني نفس الشيء. الشيء، نفس الإصابات، لأن هي نعم كلها مثل